كل عام وأنتم جميعا بخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. رمضان، رمضان شهر الخير والبركة، رمضان شهر المغفرة والرضوان، رمضان شهر العمل والإنتاج، كما هو شهر الصيام والعبادة والقيام وتلاوة القرآن. احرصوا أيها الإخوة الأحباب على ألا يفوت رمضان إلا وقد غفر لنا جميعا إن شاء الله، بالصيام، بالقيام، بالقرآن، بالعمل، بالعمل قضاء حوائج الناس في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. سلامي وتحياتي وودي ومحبتي إليكم جميعا. كل عام وأنتم بخير. بلغوا كل سلام إلى كل من يسمع ومن لم يسمع، إلى الحاضرين وإلى الغائبين. كل عام وأنتم بخير.